الطبقة الأولى كوب بسكوت مطحون ملعقتين زبدة سائلة. الطبقة الثانية ثلاث أكواب حليب، أربع معالق نشا، أربع ملاعق سكر، وثمان حبات بسكويت مكسر. الطبقة الثالثة نصف كوب كريمة مع نصف كوب شوكولاتة وبسكوت للزينة. تمام. على طول منضيف الحليب ومنضيف السكر ومنضيف النشا ومنحركهم حتى يشدوا معانا يا سمير. تمام. على الميل الثاني شو في عنا؟ مقلى صغير. مقلى صغير شو في عنا؟ منضيف الكريمة خليها تغلي شوي. عندي هون زبدة مخلوطة مع البسكوت، بضيف ملعقة ونصف في كل كاسة. هذا حلو الثلاث طبقات. أنا هون بستخدم كاسات RZ انتو شايفين، بجيب كاستين وبضغط البسكوت بنفس الكاسات اللي عندي. هون عندي بضيف الشوكولاتة على الكريمة الساخنة وراح أتركها شوية صغيرة بس حتى تذوب معي. وانت هون شو صار عندك سمسم؟ تغلي قاعد ال بدها اياها تشد دكيشن. هاي الشوكولاته هون عندي أكيد. رايح اطفي عليها. طبعا لازم تشد يا سمير. طبعا يعني شده بسيطه صح، هي كريميه. لا 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 صح. تحرك بسرعه، تحرك بسرعه سمير. هي بلش شد عندك. هي شد شد. ايوه 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 سمير. اسرع اسرع يا سمير، اسرع يا سمير، اسرع يا سمير. بس بس يا سمير، بس يا سمير، بس يا سمير. روعه 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 روعه. بقول لك انت مساعد رهيب يا زلمه. الله يسعدك. هون وهي سخنه شو بنسوي؟ هذا خلص سمير. تمام يلا طفي الغاز. خلص نجيب البسكوت المقطع. حلو تمام. خلطه على الخفيف. خلطه على الخفيف. هيها على الخفيف. على الخفيف. تدليعه تدليعه. وباخذ يا ابوي نضيفه. وين يا سمير؟ يا الله يا زلمه يا الله. داخل بهالشكل. كوب الكوب الثاني عندنا الشوكولاتة جاهزة. هسه بحركها بذوبها وبصبها على وجهها وبعدين بزينها بالصبرد بالبسكوت نفسه. نضيف. الله. بس طبعا يستحسن انها تبرد. الله. بس احنا هون عشان الوقت مستعجلين.